السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كود البناء السعودي للمباني السكنية هيطبق على المدن الرئيسية فقط في المملكة ولا على جميع مناطق المملكة؟ الكود يا أخواننا سوف يتم تطبيقه على جميع مناطق المملكة حسب إجابات اللجنة السعودية للكود. يطبق الكود السعودي للمباني السكنية وفق المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق الكود السعودي للبناء على جميع مناطق المملكة. يبقى الكود هيطبق على جميع مناطق المملكة وليست على المدن الرئيسية. هل الكود هيطبق على المدن الرئيسية فقط؟ لا، الكود سوف يطبق على جميع مناطق المملكة.